افتراضيا، اجتمع عدد كبير من زعماء العالم في قمة المناخ بهولندا لجعل كوكب الأرض أكثر قدرة على مواجهة تأثيرات ظاهرة تغير المناخ. رئيس الوزراء البريطاني أعلن عن إنشاء تحالف دولي يضم المملكة المتحدة وبنغلاديش ومصر وملاوي وهولندا والأمم المتحدة لمعالجة آثار تغير المناخ، وشدد على أن التغير المناخي يدمر اقتصادات كثيرة ويرفع الفاتورة لمستوى باهظ، وأوضح أن تغير المناخ تسبب في أعاصير وحرائق غابات وارتفاع منسوب مياه البحر. الوقاية ليست فقط أفضل من العلاج، إنها أرخص أيضا، فالفشل في منع تغير المناخ سيكلف البلدان النامية 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. إن تغير المناخ يدمر بالفعل حياة واقتصادات، فليكن عام 2021 هو العام الذي نكافح فيه ليس فقط ضد تغير المناخ، ولكن أيضا ضد آثار تغير المناخ التي نشعر بها بالفعل. المبعوث الأمريكي الخاص لملف التغير المناخي قال إن بلاده ستعوض فترة الأربع سنوات التي انسحبت فيها من اتفاقية المناخ في عهد ترامب، كاشفا عن عزم الإدارة الأمريكية على زيادة التمويل للقيام باستثمارات كبيرة في التغير المناخي، مبديا أمله أن يصل صافي الانبعاثات إلى صفر في موعد أقصاه 2050. الرئيس بايدن جعل مكافحة تغير المناخ أولوية قصوى لإدارته. لدينا رئيس الآن مهتم بهذه القضية، فهو يدرك أنه يتعين علينا التعبئة بطرق غير مسبوقة من أجل مواجهة تحد سريع، وهو يعلم أن لدينا وقتا محدودا للسيطرة عليه. وأودى تغير المناخ بحياة 480 ألف شخص في 20 عاما فقط.